ليش هيك الحياة؟ ليش هيك الحياة؟ ابن الحديد اليوم بده يسافر على مدينة بعيدة كثير كثير عشان المدرسة، عشان المدرسة، وهسه قاعد بلعب بألعابه. خليني أطلع على المنزل وأحكي له، حان وقت الوداع، خليني أطلع لعنده. يا ابني الحديدي. نعم نعم يا أبوي، أهلا أهلا. خلص بكفي لعب يا ابني، وإجي هذا اليوم. خلص أنت لازم تاخذ الدراجة تبعتك وتروح على مدرستك في المدينة اللي بعيدة كثير كثير. إيش بتحكي يا أبوي؟ أنا وين بدي أروح؟ يعني بعيد كثير كثير؟ أنا ما بحب أبعد عن هذا المنزل، لأنه هذا المنزل منزلنا. وأنا بعرف يا ابني الحديد، بس خلص هاي هي، لازم تروح عشان تتعلم وتكبر وتصير دكتور عشان تعالجني من أي صدى. اوه ماشي ماشي، بس خليني العب هون شوية بالالعاب في الاسد هذا الجميل، وخليني العب في البلاي ستيشن. متى هذا الكلام؟ كمان 10 سنين ولا هسه؟ يا ابني الان يا ابني، خذ دراجتك وروح. يا ابوي والله راح اشتاق لك كثير. مع السلامة مع السلامة. مع السلامة يا ابني، مع السلامة. يا الله شو اللي قاعد بصير؟ ليش هيك الحياة؟ باي باي يا ابني، باي يا ابن الحديدي. مع السلامة. ليش هيك يا شباب بنات؟ شو هذا الاشي؟ انا دايما ما بعرف حدا في هاي المدينة، دايما ابن الحديدي هذا بسليني ودايما بضحكني، بس هسا المنزل هذا صار فارغ. كان يظل يلعب بألعابه، كان يظل يحضر هوني على التلفاز ويلعب بلاي ستيشن، وكان يظل يخرب. يا الله شو بدي اسوي انا؟ خليني اتمشى في هاي المدينة واتذكر ايام لما كان ابن الحديدي موجود. ليش هيك حياتي يا شباب بنات؟ اللي حاب يرجع ابن الحديدي على منزله يكتب لنا تحت في الكومنتات. خليني انا امشي هون واستكشف مدينتنا الجديدة. يا الله خليني اشوف هون وهون. واو والله. ليش هيك؟ كل شوي بتذكر ابني. لا يا ربي شو بدي اسوي؟ اوه يا ربي، ليش هيك صار معي؟ ليش ابني راح وتركني؟ يا ربي هسه لازم انتظره وقت طويل كثير كثير. مين هيك مثلي؟ ما في حدا مثل هيك. راح ابني راح. يا ربي ليش هيك؟ يا اخوي، يا اب الخشب، ليش قاعد بتبكي؟ اهلا اهلا يا الاب الحديد. والله انا قاعد ببكي لانه ابني الخشبي راح وتركني، راح على المدرسة، وهو بده يسافر بعيد كثير كثير، وانا ما عندي غيره. هو الابن الوحيد اللي بيعبي وقتي وبكله كله هذا، وهسه راح وما بعرف ايش لازم اسوي. يا الله يا اخوي، يا ربي ليش هيك؟ ايش ممكن اسوي؟ ساعدني ارجوك، والله انا كثير كثير اشتقت له. يا اخوي والله انا زيك، قبل دقيقة واحدة راح ابني في دراجته على مدرسته في المدينة اللي بعيدة كثير كثير، وانت هسه ذكرتني فيه. نعم، ابني راح في هاي الحافلة، كان ينتظر هذا الباص، واجا الباص واخذه، وهسه هو بده يسافر على بلاد بعيدة كثير كثير، وما راح يرجع الا لما يخلص دراسته، بس انا كمان كثير حزين لانه راح، لاني ما عندي غيره، وانت كمان نفس الاشي؟ نفس الاشي، حتى انا ما بعرف حدا في هاي المدينة، خصوصا اني هاي السنة انا اجيت على هاي المدينة، يعني انت اول واحد بتكلم معاه. والله وانت كمان، انا جديد هون، انا جيت من عالم الخشب على هذا العالم علشان ابني يسكن هون ويستمتع ويشوف مدرسته، وانت كمان شكلك جاي من العالم الحديدي كمان. اكيد انا جاي من العالم الحديدي، بس مش عارف شو بدي اسوي انا. راح اظني اقعد في المنزل وراح اظني ابكي على فراق ابني، بس مش عارف. ايه شو هذا؟ انت بتعرف شو هذا الاشي؟ واو، هذا في هوني مفرقعات واشياء جميلة كثير كثير، والله شكله نادي لكرة القدم. ايه انا بحب الكرة القدم. انت؟
والله وانا بس مش هذا للاولاد الصغار، ما بنقدر ندخل منيح من هون. طيب نزل راسك مثلي، نزل راسك. هاي هاي طلعت، هاي طلعت، حاول، كفو كفو، يلا يلا خلينا ندخل من هذا المكان. كسر راسي. يلا حاول حاول انت، حاول انت، كفو، هينا دخلنا. يا سلام، بس والله صغير كثير هذا الملعب، شوف شوف ما اصغرنا، ما اصغر هذا الملعب واحنا ما اكبرنا، شوف. شايف شايف يا اخوي، يلا وين الكرة، وين الكرة، خلينا نفتح هذا الشيس. هذا الكرات، هاي الكرات، بلالين، هذول بلالين، يلا روح روح انت هناك وانا راح ارمي لك بالون ولازم تصده. ماشي يلا 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 خذ، يلا يلا تعالوا، ها هاي مسكته. واو والله هذا جميل كثير، يلا لازم، ما بدنا كرة قدم، لازم نفرقع اكبر كمية من البلالين. ماشي يلا، فقعت هذا وفقعت هذا، يا سلام والله لعبة جميلة. يلا يلا افقع بالهواء، بالهواء خذ، ماشي هاي فقعت، فقعته، يا سلام والله بعيد، مسكته مسكته، يا سلام، ها هاي كمان واحد، يا سلام والله كيفت، هاي مسكته. يلا يلا دورك دورك، بعيد 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 بعيد، تعال نور، تعال مسكته. كيف وقف وقف وقف، انت غشاش انت غشاش. واو والله كثير كثير رميت انت. فقع فقع، هيني بفقع بفقع، يلا يلا بسرعه بسرعه، فقع معاي فقع معاي، يلا يلا لما انا اخلص هذولا بيجي دورك، بيجي دورك عشان تفقعهم. ماشي ماشي ماشي، اكيد والله هاي اللعبه حلوه كثير كثير، مثل اطفالنا كانوا يلعبوا هاي اللعبه. والله لا تذكرني فيه، لا تذكرني فيه، خلص خلص. والله والله يلا 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 دوري دوري، يلا خذ لك هاي، خذ لك هاي، يا سلام فوق لفوق، خذ لك هاي، يا سلام والله انا اقوى منك، خذ لك هذولا، خذ 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 خذ. طيب ماشي، هيني بدي اساعدك، بدي اساعدك، هيني بدك فقع معك بلالين. شو عملتها؟ هذا ملعب، ملعب ملعب للبلالين، ما بصير مثل هاي السرعة، ما بصير. يلا عادي عادي، والله احنا سلينا كثير كثير. يلا يلا يلا، انا معي ضايل 20 واحد، ارمي عليك. يلا يلا ماشي ماشي، يلا يلا، واحد ارميهم، اثنين ثلاث، خذ لك هذول. واو خلصوا خلصوا. عشان تعرف ان انا الاب الحديدي، بعرف العب بعرف العب. يلا خلينا نفقعهم مثل هيك، والله سلينا. يلا شوف شوف، والله كثير، خذ لك هذا البالون، اتحداك، خذ لك، اتحداك تفقعه، اتحداك تفقع هذا البالون. بعيد بعيد بعيد، هذا بعيد هذا، يلا انزل انزل، مسكته. اتحداك، يا سلام والله انك كثير كثير قوي، يلا ايش هسه لازم، اوه بدي اتحداك تحدي حلو كثير، تعال تعال معي اول شيء. يلا ماشي هذا المكان، اوه كيف بقدر اطلع، خليني اكسر هذا، اوه يا سلام. كفو، يلا يلا ادخل معي. طيب شو شو هذا التحدي، طلع كيف بلون. السيارات درمي عليك اللون، ولازم تمسكه. ماشي امسكه، يا الله نعم نعم، يلا طيب ماشي، يلا ارمي ارمي، يلا واحد اثنين. بحب المي، ما بحب المي، بصدي 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 بصدي. والله هذا مقلب حلو كثير كثير، شفت كيف عملت لك مثل زي كأنه بالون حقيقي، بس عملته لعبة لعبة. يلا خلينا نظبط هذا الطريق عشان السيارات تمشي منيح كثير كثير. أكيد مثل أكيد هيك والله، هيك مثل هيك، أوه أوه والله كثير جميل هذا المكان. والله أنت عندك سيارة؟ إيه لا والله ما عندي سيارة، سيارتي في الصيانة. طلع طلع يا يا أب الخشب، طلع يا أب الخشب، كيف بدي أنفخ هذا البالون؟ يلا يلا يا يلا شباب يلا. خلينا أنفخه، واحد اثنين ثلاث. اوف 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 اوف. شوف شوف هاي نفخت نفخت، واو يا سلام يا سلام، واو واو يلا جميل كثير كثير. يلا هسه خلينا نروح على مكان ثاني، انت بتحب ركوب الاحصنة؟ ركوب الاحصنة، طب احنا ثقال كثير كثير والاحصنة ما بتتحملنا. اوه لا انا بعرف احصنة قوية كثير كثير وراح تقدر تتحملنا، انت راح اجيب لك حصان الايرون وانا حصان الخشب. ايه جد بتحكي؟ نعم نعم موجودين هذولا، وفي هيك مكان نمشي بهذول الحصن كثير كثير ومنلف فيهم كل المكان عشان نستكشف فيه، ايش رأيك؟ خلص ماشي انا موافق انا موافق، يلا خليني ارجع البلالين مثل هيك. ايه وين اختفيت؟ وين اختفيت؟ هيني هيني وراك، هيني يلا وراك، يلا هيني جاي، خليني انزل راسي مثلك. راسي راسي، يلا يلا على الثاني على الثاني. يلا 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 نزل راسك يا احمد، كفو كفو. اوه والله تسلينا كثير سلام. كثير اليوم. والله والله، ايش رايك هسه نروح على مكان الاحسن، على مكان الاحسن. يلا. يلا انت جاهز؟ اكيد انا جاهز، اكيد انا جاهز. طلع طلع، بدي اعرفك على منزل جديد، هذا منزلي، اطلع تعال. تفضل تفضل
يا سلام والله منزلك حلو كثير كثير، يا يا سلام الله. الالعاب هناك والله كثير. انا بفتقد ابني كمان، وكمان هو بيلعب على البلاي ستيشن مثل ابني بالضبط، وهذا هو السرير. والله منزلك كثير حلو، بس ايش هذا الكاتب فوق ام فوركس 5؟ هاي اجمل قناة في العالم، اجمل قناة في العالم شباب بنات، الكل يشترك في هاي القناة لان بنحبكم كثير كثير كثير. قد العالم قد العالم، يلا يلا. نعم. وهذا منزلك؟ تعال تعال. نعم بدي اورجيك منزلي، شايف منزلي هذا؟ يلا اتفرج عليه، بس احنا هسه لازم نروح على مكان الحصن. واو. تعال تعال نروح يلا يا شباب. والله منزلك حلو. هذاك المكان. يلا. نعم نعم رائع منزلي، يلا يا شباب بسم الله خلينا نروح على منزل الحصن. يلا بسم الله. واو. ايش صار ايش صار يا اب الخشب، قربنا؟ نعم نعم قربنا كثير كثير، يلا يلا تعال معي عشان تتفرج، يلا هاي هم يا سلام. واو والله اني متحمس عشان اشوفهم، يلا يلا يا شباب جاهزين عشان تشوفوا الحصان الخشبي والحصان الحديدي؟ يلا 1 2 3 خلينا اشوف. واو طلع ما اجملهم. يا سلام هذا الحصان الايرون تبعك وهذا الخشب تبعي تبعي، يلا يلا خذهم يلا. فكهم اول اشي عن الحبال هاي، اكبس على هاي المكان وفك الحبل تبعه. هيني فكيته فكيته. يا سلام اطلع والله احنا ثقال، يمكن عليهم ولا هم اقوياء؟ وهم اقوياء، شوف شوف والله مثل الفسافيس، هم صغار كثير كثير. شباب بنات اذا بتحكوا هذول الحصن قاعدين هسه بسبوا علينا، احنا قاعدين عليهم مثل هيك. حطوا لنا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات واكتبوا تعليق حلو، ورح نسوي توزيع 1 حساب ماينكرافت اصليه. ما بدنا منكم الا تحطوا مثل هاي اللي حكينا لكم عنه وتكتبوا الديسكورد تبعكم في التعليقات وتدخلوا بالديسكورد عشان لو فزتوا انتوا نسلمكم اياه هناك. ويلا يلا يا صديق الحديد يلا 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 خلينا نطلع والله انه سريع. تعال هي في هون طياره مسكر الطريق، يمكن هاي من الشرطه. خلينا نلف ونرجع. خلينا بيقدر ينط، انت جرب جرب. واو. خلينا اجرب والله. يمكن بنط، انت تنطيته، خلينا نط. ها هيني نطيته. واو بحكي لك بنطه بنطه. يلا يلا تعال معي، كيف بدنا نسرع فيه؟ واو ها تعال تعال لهون. هيني انا عرفت، هيني عرفت. اطلع اطلع والله اني سريع كثير كثير، سريع كثير كثير كثير. يا سلام يا سلام اطلعوا كيف يا شباب بنات، يمكن انك انت يمكن لانك خشبي وثقيل. تعال تعال نتسابق انا وياك. نعم. نشوف مين الحصان واسرع. وبدك تتسابق معي؟ والله خايف انك تفوز علي، والله خايف انك تفوز علي. عادي ما بتهبل عليك، انا وياك صرنا اصدقاء، صرنا اصدقاء، صح يا شباب بنات؟ اكيد والله احنا اصدقاء، احنا اصدقاء وبنحب بعض كثير كثير. خلاص ماشي يلا راح نتسابق احنا ونكيف كثير كثير، ان احنا اصدقاء وبنحب بعض كثير، صح يا صديقي؟ اكيد اكيد. يلا تعال تعال وقف جنبي، ونهاية هذا الشارع هو الفائز. ماشي 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 يا صديقي. يلا انت جاهز عشان نتسابق ونكيف؟ ما اكيد اكيد انا جاهز. يلا 1 2 3 انطلاق، انا راح افوز. اوه يلا يلا قرب علي قرب علي قرب علي. لا يا ربي لا يا ربي يا ربي، شو اللي قاعد بصير؟ شو اللي قاعد؟ اوه تعادل تعادل. يا سلام يلا يلا خلينا نكمل هون هون، خلينا نلف هون هون. والله هذا الحصان كثير كثير مجنون، بدأ يطلع شو يسوي لانه قد ما انا يلا دير بالك. اقفز اقفز. هاي قفزت انا قفزت انا. يا سلام الله تسلينا كثير كثير اليوم يا يا خشبي، تسلينا كثير. والله والله شو وين هذا؟ بدنا نروح هسه وين؟ ايش هو ايش هو شو هذا الاشي هذا؟ هذا ايش شو اسمه؟ ايكوك ايش اسمه؟ هذا اسمه ايكي يا ايكي، هذا ببيعوا فيه الاثاث الاثاث. تدخل على نشوف، يمكن انا بدي في منزل اثاث. نعم نعم يلا يلا اذا بدك يلا ندخل عليه. ديروا بالكم تهربوا، ديروا بالكم تهربوا. يلا يلا خلينا ندخل هون. والله خايف انا يهرب، خايف يهرب هذول الحصن، خايف يهربوا. انت والله مش عارف مش عارف. خلاص يا حصن لا تهربوا، ماشي لا تهربوا. تعال دقيقة واحدة بنشوف شو فيه هوني ونطلع. واو اطلعوا اطلعوا كيف المكان هون يا شباب بنات. واو اطلع اطلع طلع الاثاث. نعم اللي هون والله حلوين كثير كثير. طلع طلع كيف؟ اوه حملته في الغلط، وينها وينها؟ طلع طلع. يلا يلا يا شباب بنات طلعوا الاثاث ما اجملها. طلع الساعة. والله اشياء خرافية كثير كثير. تعال تعال شوف هذا العصفور، تعال شوف هذا العصفور ما اجمله.
واو ايش هذا العصفور، والله كثير حلو كثير حلو، يا سلام والله انه مرتب كثير كثير. تعال تعال نشوف هون ايش فيه. واو في هون ايش بدك، بدك تشرب اشي او تاكل اشي؟ لا والله في اشياء كثير. واو واو والله كل الشوكولاتات زاكية، بس لا لا انا وياك ما بدنا ناكل، بدنا نسوي رجيم عشان احجامنا عملاقة كثير كثير زي ما انتم شايفين يا شباب بنات. خلاص ماشي ماشي، احنا ما راح نسيب هاي الاشياء، ما راح نسيب هاي شباب الاشياء بنات، لانها كثير كثير اكيد بتسوي سعرات حراريه واشياء بتصير تخلينا كبار وتخام كثير كثير. اكيد، وشباب بنات ديروا بالكم، ديروا بالكم تاكلوا من هذول الشيبس او الشوكولاته لانهم بتخليكم كثير كثير سمان، بتصيروا ناصحين. نعم نعم، يلا يلا يا صديقي خلص ما بدنا نشتري شيء من هون. ماشي ماشي يلا يلا. وين الحصان؟ هي هي حصاني، هي حصاني، اوه هاي حصاني، هاي حصاني. يلا ماشي ماشي. يا سلام هسه وين بدنا نروح انت وين؟ مش عارف والله، طولنا كثير كثير اليوم واحنا بنلعب انا وياك، والله انت صديقي كثير كثير. انا اليوم كنت ايه، شو هذول الاشي؟ عروسات البحر شكلهم هذول. اه والله مرحبا يا عروسات البحر، مرحبا. ايه مرحبا مرحبا، اهلا اهلا، واو واو واو. ايه خلص بعد بعدنهم بعدنهم، دير بالك منهم. اهرب اهرب، وقعت من الحصان، وينه وينه؟ اوه هيو هيو اهرب اهرب. ايه طلع هون في نادي، في نادي، شو رايك نصير نجي كل يوم عليه ونصير ضعاف؟ اه والله فكرة حلوة، تعال تعال معي هون، تعال معي. يا يلا. سلام يا سلام، يلا هيني جيتك جيتك معي مثل هيك. واو ايش هذول السيارات؟ ايه اه والله شو هذولا، شكله هذا كراج كراج. خلص خلص مش مكتوب هون؟ شو مكتوب؟ هذول بتقدر تاخذهم وتسوي فيهم سباقات ومثل ما بدك. ايش رايك نستاجر تنتين ونركب فيهم ونستمتع كثير؟ اكيد انا موافق، انا موافق، من زمان من زمان بتمنى اني اسوق سياره، بس هذول السيارات شكلهم صغار علينا. ايه اه والله اه والله صغار. شو طيب شو رايك يا الاب الخشبي ندور سياره على حجمنا على حجمنا؟ واو اه والله فكرة حلوة كثير كثير. وين وين يا شباب، في وحدة قد حجمنا؟ هاي السيارة صغيرة كثير وهاي صغيرة كثير. ايه وهاي صغيرة، طلع والله هاي كبيرة. واو في وحدة ثانية مثلها، يا سلام. ماشي ماشي يلا يلا، خليني اجرب اسوقها، خليني اروح على المقعد الثاني. يا سلام يا شباب بنات، راح نسوق، راح نسوي سباق. طلع طلع ما اجملها وما اقواها. اه والله يلا يلا تعال هون نمشي فيها مثل هيك. مرحبا يا عروسات البحر، مرحبا. إيه والله دول غريبات كثير كثير. يلا تعال تعال وقف يلا وقف يلا. بدي احكي لك اشي، بدي احكي لك اشي يا الاب الخشبي، بدي احكي لك اشي. نعم نعم ايش هو ايش هو؟ شكرا لك كثير كثير لان انا وياك صرنا اصدقاء. انا اليوم الصبح كنت كثير كثير زعلان على فراق ابني، على فراق ابني، بس انت كيفني كثير كثير وتسلينا اليوم كثير كثير. اه والله اه والله يا اب الحديد، يلا يلا يا اب الحديد هسه احنا خلينا نستمتع بوقتنا ونمشي بهذول السيارات. يلا يا سلام، واو ما واو الله اجملهم. اه والله يلا يا شباب، والله انا كثير كثير مستمتع لاني تعرفت على هذا الاب الحديدي، وكثير مكيف كثير كثير لانه هسه هو كمان مثلي مثلي وابنه مسافر، واحنا راح نكيف كثير كثير مع بعض وراح نتسلى. يلا يا شباب خلينا نستمتع هسه مع بعض واحنا راح نصير اصدقاء كثير كثير. اكيد اكيد اكيد، يلا يلا طلع طلع ما اجمل هذه السياره، طلع ما اجملهم هذول السيارات. ايه وش هذا المكان الغريب؟ هذا يمكن مكان لتوليد الكهرباء. نعم نعم هذا لتوليد الكهرباء. يلا يلا اركب السياره وخلينا نروح على اماكن جميله. يلا يا شباب يلا. واو يلا يلا يا شباب بنات، بسم الله خلينا نستمتع بوقتنا انا والاب الخشبي. يلا يلا بسم الله. اوه يا سلام يا سلام، اليوم يا شباب بنات يوم خرافي كثير كثير. اليوم ابن الحديدي راح يوصل، راح يوصل وراح اشوفه، راح اشوفه. يا سلام خليني خليني. ايه شو هاي السيارة بتمشي لحالها؟ شو هاي السيارة؟ واو ابني. اهلا اهلا يا ابني. وات وات نو نو عربي نو عربي، هاو ار يو بابا هاو ار يو. صرت تحكي انجليزي كمان لانك رحت على مدينة ثانية. واو والله اشتقت لك كثير كثير يا ابن، اشتقت لك كثير. ها ها ها، يس يس، ام فوركس 5 جيمر، لايك شير
سبسكرايب. اكيد اكيد. يلا يلا ادخل ادخل على منزلنا. خلص انا مش راح ارجع افارقك بحياتي، وكمان راح اعرفك بولد صغير مثلك من خشب، من خشب ابوه رائع كثير كثير. هاي السنة كيفنا وسوينا كل اشي. شباب بنات اذا عجبكم هذا الفيلم الكل لا تحرمونا من زر اللايك وتشتركوا في القناة. خلينا نوصل هاي القناة 100,000 100,000 مشترك. بيقدروا يا ابن الحديد يوصلوا 100,000؟ ياس ياس اكيد اكيد ياس دانس دانس. اكيد اكيد. ارقص ارقص يا ابني. وبس يا شباب هيك منكون احنا خلصنا من هذا الفيلم والحمد لله. بس يا شباب لهم يكون وصلنا نهاية الفيلم، اذا عجبك الفيلم لا تنسى تحط لايك شير سبسكرايب وتدخل في سيرفر ديسكورد الموجود تحت في الديسكريبشن، وتشترك في القناة الثانية اسمها M4X5 Gamer بننزل عليها افلام ببجي موبايل خرافية كثير كثير الكل يشترك فيها. ويلا يا شباب الكل يشترك في هاي القناة خلينا نوصلها 60,000 مشترك. بتقدروا يا شباب. وبس يا شباب يلا مع السلامة.